وازيكم النهارده يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب اعرفكم بنفس اول حاجه، انا اسمي زياد وشهرتي زوزو اختراعاته. انا صاحب قناه زوزو اختراعاته بتاعه اليوتيوب بتاعه التهكير وحل مشاكل التابلت. واول حاجه كده بشكر الاستاذ اسامه رزق مؤسس قناه اجيال الاندلس اللي هو سمح لي انشر الفيديو دوت على قناته، وبتمنى من حضراتكم تشتركوا في قناه اجيال الاندلس وقناه انا برضه. اول حاجه كده هتقوم داخل الضبط، هيكون عندك كده وهتك على شاشه القفل، عندك كده كلمه يكون اسمها سمارت لوك، هيكون عندك النمط متشفر فعادي، اما انا مهكره فعادي، دي بتمشي اللي مهكر واللي مش مهكر عادي. فهتلاقي عندك كلمه اسمها سمارت لوك، ما لقيتهاش هتدخل على الحمايه وضبط اخر للحمايه، وهتنزل تحت وتك على كلمه وكلاء الامان، وهتلاقي دي غير مفعله كده، تقوم انت مفعلها عادي وتروح تاني على شاشه القفل وسمارت لوك، وهتقوم راسم النمط بتاعك وبعد كده اكتشاف الجهاز اثناء حمله دي، وتبدا تفعل اللي قدامك دي كده وتك متابعه، وتقوم مكنسل التابلت كده. هتلاقي اول مره كده هتلاقيه ما اشتغلش على، تقوم انت عامل اعاده التشغيل للتابلت. لا ممكن تنجح حكا اول مره ممكن لا، لو التابلت يعني انت كنت فضلت عليه كتير فبيحصل له لاج زي تابي كده، فتعمل على التشغيل. فانا هعمل اعاده التشغيل وارجع لكم من تاني. بعد ما احنا عملنا اعاده تشغيل هنبدا ندخل كده تاني على الضبط وسمارت لوك كده، ونقوم رسمين النمط الخاص بينا. هو يعني النمط مش مضر، ما بيعملش حاجه، بس برضه تك على اكتشاف الجهاز اثناء حمله، وتقوم لغي دي تاني وتفعلها من تاني. دي لو ما اتفعلتش معاك اول مره تمام، فهتبدا تكنسل الشاشه كده، ويكون عندك علامة دي اللي تحت دي يقول لك تم إلغاء قفل جهاز اللوحة علامة قفل مفتوح. هتقوم انت فاتح كده، اتفتح معاك عادي من غير باسورد اهو، عاد الصوت اهو، اهو النمط معمول اهو قدامكم، النمط معمول وهيكون عندكم متشفر عادي، ينفع المهكر ومش مهكر تمام كده. تقوم داخل كده تاني اهو من غير حاجة، دي كده انت خفيت النمط. دي ملاش اي ضرر، عادي احسن لك اعملها، ما تعملش ضغط مصنع، احسن لك خليك في الطريقة دي، دي الاضمن ليك. وحتى بص دلوقتي لو عايز تخلي النمط ترجع تاني، شايف علامه القفل اللي تحت دي؟ تك عليها كده، او لو تكيت عليها بالغلط هيفتح معاك كده كالنمط، كالنمط فتح معاك. هتبدا تدخل كده السمارت لوك كده وتعمل كده، ترسم النمط، ترجع تاني خطوه لورا، بص عادي طبيعي، عملت عادة التشغيل برضو وعملتها عادي برضو مفيش مشاكل خالص. دي اول طريقه بتاعت اخفاء النمط. ننتقل بقى لجدعان لتاني طريقه، هي طريقه عمل ضبط مصنع، ما انصحش حد يعملها، دي بالنسبه للناس اللي فاهمه بس في تهكير وكده بس اللي تعملها، اما لو عملتها عشان نمط لا ممكن تبقى يفتح تابلت عادي وعارف اللي انت بتخافه كده، فاحسن لك ما تعملهاش، خليك في الاولانيه دي وضمان يعني، بس في ناس عايزه تشوف التانيه بتاعت ضبط المصنع. فالطريقه اهي، تاني طريقة قدامنا هنبدأ ندخل كده للضبط وشاشة القفل، هنلاقي ان النمط ما بيتشالش، وبالتالي انت عايز تشيله خالص من غير ما تخفيه، فدي الطريقة ديت احسن لك ما تعملهاش. ممكن ده بقى تفتح تابلت عادي وواجهك مشاكل، بس لو واجهك ايه مشاكل تعالى كلمني عندك الفيس بتاعي في الوصف وفي قناتي. فتبدأ تدخل على الاعداد الامن كده، هتلاقي لما تتك على زي ما اسمه نقش كده هتلاقي متلونه تحت هنا ايه بالرصاص عشان تعمل ضبط مصنع، فعليك هتعمل ايه؟ تتك كده على عدم الطلب، وشايف يرزم رسم النقش وكلمه موافق دي، هتقوم تكك الاثنين مع بعض في نفس الوقت. مش بتنجح معاك من اول مره، ابتع 3 4 مرات 5 مرات 20 مره لحد ما تيجي معاك، تك الاثنين في نفس الوقت كده اهو جت كده، هتبدا ترسم النمط بتاعك، تبدا تدخل تاني هتلاقي يرزم رسم نقش، هتقوم انت تبدا تعمل اعاده تشغيل للتابلت عادي، وهترسم النمط غلط 10 مرات، هيقول لك اعمل اعاده تشغيل من نفسه، هتقوم انت تعمل اعاده تشغيل ترسم النمط 10 مرات كمان، بس يكون غلط ترسمه غلط، فكده يقول لك اعاده تشغيل. تالت مره هيبدا يعمل ضبط مصنع لوحده، هتبدا تكي بدء والتالت التالت التالت زي ما هو ايه كاتب لك يعني طبيعي. وبكده بس الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى 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 اكون اسعدتكم، ولو اي تعليق اي سؤال عندكم اسالوه وانا اللي هرد عليكم باكونت قناتي تمام، او ممكن برضو الاستاذ اسامه يرد عليكم. فده يعني كان فيديو النهارده، اتمنى يعني اي حد واجهه مشكله ما يروحش للتوكيل، يكلمني انا وانا هديله حل عشان ما يدفعش فلوس على الفاضي.